درعا البلد 1/8/2013 تم تأمين عملية انشقاق بعض العناصر من حاجز فندق الحدود في درعا البلد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد قائد المجاهدين وإمام المرسلين. نحن لواء توحيد الجنوب، الحمد لله رب العالمين. في هذا اليوم تم تأمين عملية انشقاق لهؤلاء العساكر، وتم محاصرة حاجز فندق الحدود بالأكمل حتى تأمين خروج هؤلاء العساكر، والحمد لله تم تأمينهم وخروجهم بنجاح. شو اسمك؟ العسكري فرحان تركي. أعلن انشقاق عن كتاب الأسد وشبيحته. ليش انشقيت يا فرحان؟ من الظلم، الظلم والسرقات والشغلات العاطلة اللي عم يسووها مع المدنية ومع العالم ومع البريات. كان الجيش الأسدي يقتل أطفال، يقتل نساء، يقتل ويظلم ويسوي شغلات. استجيره بالله. لا إله إلا الله، يعطيك العافية. شو اسمك أنت؟ أنا العسكري المجند والي الهيبي من محافظة الحسكة منطقة الشدادي. أعلن الشقيق عن كتاب الأسد وشبيحته، وذلك بما رأينا من ظلم ونهب وسرقات وحرق بيوت مدنية. شو كان يساوي الجيش الأسدي مع المدنية؟ يساوي كل شيء عاطل، يساوي حرق بيوت مدنية، حرق عفش، قتل أطفال، مدنية أبرياء ما لها ذنب. كان يقربوا على النساء؟ على النساء، اغتصاب نساء، نعم. ماشي، يعطيك العافية. الله يعافيك. تكبير. الله أكبر. الله أكبر.